بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. ده الجزء الثاني من Lecture 7 اللي بنتكلم فيه عن Abstract Classes and Interfaces. لو تذكروا حضراتكم احنا في الجزء الأول من المحاضرة اتكلمنا عن Abstract Class وعرفنا ان Abstract Class هو عبارة عن Generic Type انا بعمله او بقول والله السوبر كلاس دوت او البيس كلاس ده انا عامله بغرض انه يعتبر كنموذج للسب كلاسز اللي هتتاخد منه فيما بعد. وشفنا ان الابستراكت كلاس بيحتوي بداخله على ميثودز بتسمى الابستراكت ميثودز. والابستراكت ميثودز كانت عبارة عن ايه؟ ان انا فقط بحدد البروتوتايب بتاع الميثود بدون اي امبليمنتيشن. بعمل فقط البروتوتايب بدون البادي بتاع الميثود. ليه؟ لان المفروض السب كلاس اللي هياخد inheritance من الابستراكت كلاس بتاعي هو اللي بعد كده المفروض يعمل override للابستراكت ميثودز دي ويكتب لها الامبليمنتيشن بتاعها حسب طبيعة السب كلاس. في الجزء الثاني بقى من المحاضرة هنتكلم على الانترفيسز. والانترفيسز يا جماعة الى حد كبير جدا تشبه الابستراكت كلاسز. تشبه الابستراكت كلاسز في ايه؟ في ان هي الاخرى بتحتوي على abstract methods. الحاجة التانية ان طبعا طالما هي بتحتوي على abstract methods يبقى cannot be instantiated، يعني برضو ما ينفعش تاخد منها object وتشتغل بالobject ده وتستدعي منه methods وما الى ذلك. طيب امال ايه فايدتها؟ فايدتها الى حد كبير برضو تشبه الفايدة من الابستراكت كلاسز. احنا بنعمل الانترفيسز ليه؟ قال لي اهو the purpose of interface is to specify behavior for other classes. انت عامل الانترفيس عشان تحدد الشكل بتاع الكلاسز الاخرى اللي هتعمل implementation للانترفيس دي او اللي هتعمل inheritance من الانترفيس دي. زي ما احنا كنا بنقول على abstract class انت عامله كgeneric type بيحدد الشكل بتاع السب كلاسز اللي هتاخد انهيرتنس منه. نفس الكلام في الانترفيس انت هتحدد فيها الايه الفانكشناليتيز او الشكل العام بتاع الكلاسز اللي انت عاوزها تعمل انهيرتنس او تعمل امبلمنت للانترفيس دي. طيب امال ايه الفرق؟ اما كل حاجه تقريبا دلوقتي زيها زي الابستراكت كلاس، ايه الفرق؟ الفرق الكبير هو ان الانترفيسز كل الميثودز اللي فيها ابستراكت ميثودز فقط. لو تذكر احنا ما كنا بنشتغل على الابستراكت كلاس قلنا ان ممكن بعض الميثودز اللي تكون موجوده في الابستراكت كلاس تبقى ابستراكت ميثود يعني بروتوتايبس بس ولازم السب كلاس يعمل لها اوفررايد. وقلنا ممكن يكون عندك بعض الميثودز التانية اللي مش محتاجه تعديل واللي مش محتاجة ان هي تتظبط حسب طبيعة السب كلاس ولا حاجة، فممكن تحطها ميثود كاملة، صح؟ فول بادي ميثود زي ما انا عملت لو تذكر في اخر الفيديو اللي فات وعملت المثال بتاع السيترز. انا ما قلت هنعمل مثلا الميثود اللي اسمها سيت نيم وسيت رانك وسيت سالري، قلنا دول ميثودز ما فهمش تعديل في السب كلاسز، فعشان كده حطناهم كاملين بالبادي بتاعهم في الابستراكت كلاس بتاعنا اللي كان اسمه امبلوي، صح؟ لكن في الانترفيسز لا، كل الميثودز اللي موجوده في الانترفيس بتبقى ابستراكت ميثود. ليه؟ لان انا زي ما اتفقت انا عامل الانترفيس الغرض منها هي انها تكون كونتراكت. كونتراكت يعني ايه؟ عقد بيني وبين الديفلوبر اللي انا جايبه عشان ينفذ لي كلاس او كلاسز معينه. انا باجي اقول له والله انا عاوزك تعمل لي كلاس بالمواصفات الفلانية، فعشان اجبره ان هو يلتزم بهذه المواصفات او بمعنى اخر بقى ان هو ينفذ لي كل الميثودز اللي انا عاوزها فبحطها له في شكل الانترفيس. الرسمة دي هتوضح لنا الفكرة شوية. حضرتك كراجل ماسك بروجكت معين او شغال على بروجكت معين، جبت بروجرامر واتفقت معاه ان هو ينفذ لك الكلاس ده اللي اسمه مثلا ABC. كلاس اللي اسمه ABC انت متوقع ان هو يكون فيه ميثودز معينه 1 2 3 4 5 6 ميثودز. طيب تجبره ازاي او تضمن ازاي ان هو بالفعل هيقوم
بعمل امبلمنتيشن لكل الميثودز دي. هتعمل عقد بينك وبينه كونتراكت، هتوضح له الميثودز اللي انت عاوزها، تقول له انا عاوز ميثود اسمها كذا وهتعمل كذا، وميثود اسمها كذا وهتعمل كذا. وبعدين تقول له عاوزك تعمل امبلمنت للكونتراكت ده. امبلمنت معناها ايه بقى؟ انك انت تنفذ لي كل الميثودز اللي موجوده في الكونتراكت ده. هو هيقوم بالتالي، هيقوم بعمل كتابه الكود او كتابه البادي او تنفيذ كل ميثود من الميثودز اللي انتم متفقين عليها في الكونتراكت. فالكونتراكت ده بقى هنا بلغه البرمجه اسمه ايه؟ اسمه الانترفيس. بس يبقى ده الموضوع. يبقى انت عندك كلاس او عده كلاسز عاوزها تاخد شكل معين ويبقى فيها مواصفات معينه، فهتحط الشكل ده او المواصفات ده في صوره، او المواصفات دي في صوره انترفيس، وتجبر الكلاس ده ان هو يعمل امبلمنت للانترفيس دي. كونه عمل امبلمنت للانترفيس معناها ان هو مطالب بانه يكتب الامبلمنتيشن بتاع كل الميثودز اللي موجوده في الانترفيس، والا البروجرام مش هيعمل رن وهيطلع له ايرور زي ما احنا شفنا كده في الابستراكت كلاس. الحاجه الثانيه ان الانترفيس لحالها ما تقدرش تاخد منها اوبجكت زي برضو الابستراكت كلاس زي ما اتكلم. طيب الكلام ده بقى بيتنفذ ازاي في البرمجه؟ بمنتهى البساطه، انت عشان تعمل الانترفيس بتعملها زي ما انت بنيت الكلاس قبل كده، بابليك بدل ما كلمه كلاس هتخليها كلمه انترفيس، وبتحدد اسم الانترفيس، وبعدين تفتح القوسين وتبدا تحط الميثود هيدرز. خلي بالك ميثود هيدرز، مفيش اي امبلمنتيشن، فقط البروتوتايب بتاع الميثودز اللي انت عاوزها تتنفذ فيه الكلاسز اللي تاليه بعد كده. وبعدين تبدا تقول والله مثلا انا عاوز انفذ كلاس اسمه سي دي. كلاس اللي اسمه سي دي ده انا عاوزه يلتزم بكل المواصفات اللي انا محددها في الانترفيس، فبتقول ايه؟ امبلمنت، وتكتب اسم الانترفيس بتاعتك. هنا مثلا المثال اللي انا كاتبه ده عباره عن ايه؟ انا عندي ببيع ايتمز زي السي ديز وبوك، ببيع اسطوانات وكتب وحاجات اخرى يعني. فاحنا قلنا ان اي حاجه بتتباع عندنا عباره عن ريتيل ايتم، يعني ريتيل ايتم انتوا عارفين اللي هي القطع اللي بتتباع في اي محل يعني، دي الايتمز. فالريتيل ايتمز دي احنا هنحدد فيها مواصفات معينه، وعاوزين اي قطعه احنا بنبيعها في المحل بتاعنا دوت او في الستور بتاعنا تكون فيها نفس المواصفات دي. فعشان كده هنحط المواصفات دي او الميثودز دي في انترفيس وسميناها ريتيل ايتم. وبعد كده اما نيجي نعمل كلاس مثلا للسي دي هنقول له امبلمنت الريتيل ايتم. يبقى انت لازم في الكلاس بتاع السي دي تنفذ لي كل الميثودز اللي موجوده في الريتيل ايتم. نفس الكلام، عملت كلاس تاني اسمه بوك، اقول له البوك ده زيه زي اي ريتيل ايتم عندي لازم يعمل امبلمنت للانترفيس اللي اسمها ريتيل ايتم. ليه؟ عشان اضمن انه كلهم متوفر فيهم نفس المواصفات بتاعه اي ريتيل ايتم عندي. فهو دي الفكره من الانترفيس. يبقى زي ما هو كان بيقول لي في السلايد الاولى، انت عاملها عشان تحدد ايه؟ البيهيفير، او عشان تحدد الشكل بتاع مين؟ بتاع الكلاسز اللي هتاخد انهيرتنس من الانترفيس دي او اللي هتعمل لها امبلمنتيشن. لو عاوزين نشوف الكود بالتفصيل تعالى ناخد مثال صغير كده ونروح ننفذه كمان في النت بينز. ادي الانترفيس بتاعتي اللي اسمها ريتيل ايتم، فقلت بابليك انترفيس ريتيل ايتم، وحددت فيها ميثود واحده دلوقتي عشان تبقى الدنيا سهله اسمها ايه؟ جيت ريتيل برايس. لو تاخد بالك كتبنا الهيدر فقط من غير اي امبلمنتيشن، وطبعا هنا ما كتبناش كلمه ابستراكت، لا هي مفهومها ان هي ابستراكت. ليه؟ لان هي مكتوبه من غير بادي، لكن ما بنكتبش كلمه ابستراكت. بنكتب كلمه ابستراكت فين؟ اما بنكون بنعمل الابستراكت كلاس. طيب وبعدين عملنا كلاس اهو اللي اسمه الكومباكت ديسك او اللي هو اختصارا سي دي، وقلنا ايه؟ ان ده هيمبلمنت الريتيل ايتم. هيمبلمنت الريتيل ايتم يبقى لازم ينفذ لي الميثود اللي اسمها جيت ريتيل برايس. فهتلاقي بالفعل اهو بابليك دا
دبل جيت ريتيل برايس وبدا يحط الامبلمنتيشن بتاعها. لكن لو خدت بالك برضو ما كتبش اوفررايد هنا زي ما كنا بنشتغل مع الابستراكت كلاس هناك، لا قال انا هعمل الميثود اللي اسمها جيت ريتيل برايس، ومعروف ان الجيت ريتيل برايس دي اوريدي موجوده فين؟ موجوده في الانترفيس اللي هي اسمها ريتيل ايتم. اوكي تعال نجرب الكلام ده في النت بينز بمنتهى البساطه. هنروح على الباكج بتاعتنا نقول له نيو، هنا بقى مش هنقول نيو كلاس، عاوزين نعمل ايه؟ جافا انترفيس. طيب الانترفيس هتسميها ايه؟ هنسميها ريتيل ايتم. اوكي واقول له فينيش، فعمل لي اهو انترفيس اسمها ريتيل ايتم. هاجي هنا جواها احدد المواصفات زي ما اتفقنا، فاحنا عاوزين يبقى عندي ميثود في اي ريتيل ايتم عندي في الستور بتاعي بابليك دبل مثلا ريتيرن، او خليها اسمها جيت ايتم برايس فقط من غير اي امبلمنتيشن. طيب وبعدين عاوزين نعمل الكلاس اللي اسمه سي دي، فهنروح رايت كليك هنقول له نيو جافا كلاس، هنسميه سي دي كلاس ونقول له فينيش. هنا هاجي عند السي دي كلاس اقول له احنا عاوزينك بقى تنفذ لنا يا بطل الانترفيس اللي اسمها ايه؟ ريتيل ايتم. لو تاخد بالك طلع لي ايرور، ايه الايرور ده؟ بيقول ايه؟ بيقول لي السي دي از نوت ابستراكت اند دازنت اوفررايد الابستراكت ميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس اللي موجوده فين؟ موجوده في الريتيل ايتم. يبقى هو اوتوماتيك اهو فهم وانس اللي انت عملت امبلمنت للانترفيس، فانت مطالب ان انت تعمل اوفررايد للميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس. طبعا مش لازم تعمل اوفررايد يعني تكتب ات اوفررايد، لا المقصود ان انت لازم تحط البادي بتاع الميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس. طيب خلينا نبني بقى الكلاس ده، هنحط الاتريبيوتس الخاصه بالكلاس اللي اسمه سي دي. فانا عندي دبل برايس اللي هو السعر بتاع الاسطوانه دي، وعندي سترينج اللي هو التايتل الاسطوانه دي اسمها ايه، وخلينا كمان نحط سترينج اللي هو الارتست. ارتست يعني الشخص اللي صوته على الاسطوانه دي. طيب وطبعا محتاجين كونستراكتورز، فاحنا هنستغل بقى الانسيرت كود عشان نوفر وقت، واقول له اعمل لي كونستراكتور بياخد الارجومنتس دي، ولو عاوز كمان تعمل كونستراكتور فاضي اوكي قول له جنريت ونيو كونستراكتور فاضي. لكن طبعا ستيل الايرور موجود. ليه موجود؟ لانك انت لسه لحد دلوقتي ما عملتش امبلمنت للميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس. فيبقى هنا انت مطالب بقى تقول له والله احنا هنعمل ميثود بابليك دبل جيت ايتم برايس، وجيت ايتم برايس دي زي ما احنا عارفين اللي هي كانت موجوده فين؟ اللي هي كانت موجوده في الريتيل ايتم انترفيس. اكتب بقى الكود الخاص بالجيت ايتم برايس، هي هنا في حالتنا هتريترن البرايس فاليو خلاص، بس مش اكتر من كده صح. بس هتلاقي الايرور راح. ليه؟ لانك انت كده كفيت ووفيت، عملت امبلمنتيشن للانترفيس ونفذت الميثودز اللي كنا متفقين معاك عليها. احنا كنا متفقين معاك ان في ميثود اسمها جيت ايتم برايس، لو سمحت لازم تنفذها لنا، وانت قمت بالفعل بتنفيذ هذه الميثود، يبقى خلاص احنا كده حبايب. عشان كده احنا بنقول ان هي تشبه الكونتراكت العقد. طيب تعال نروح المين كده نعمل تيست للي احنا عملناه ده. يعني احنا دلوقتي لو رحنا المين وحبينا ناخد اوبجكت من الانترفيس اللي اسمها ريتيل ايتم، قلنا له مثلا ار واحد ايكوال نيو ريتيل ايتم، هل الكلام ده ينفع؟ يعني الكلام ده وارد ولا غلط؟ قلنا لا ما ينفعش صح. هتلاقي رساله ايرور اهي زي ما قلنا قبل كده، الريتيل ايتم از ابستراكت وكانوت بي انستانشيتد، ما ينفعش تاخد اوبجكت من الانترفيس. خلاص الكلام ده احنا عارفين. طيب خلينا اعمل كومنت للسطر ده واقول طيب الكلاس اللي اسمه سي دي اقدر اخد منه اوبجكت جديد ايكوال نيو سي دي مثلا،
اه مفيش مشكله. الكلاس بتاعك اللي اسمه سي دي كلاس كامل عامل امبلمنتيشن للانترفيس، فما عندكش مشكله تاخد منه اوبجكت وتشتغل بيه. ولو جيت قلت السي دي دوت هتلاقي، اسف هتلاقي لو انت قلت الاوبجكت ده دوت هتلاقي الميثودز اللي انت عملتها. انت عامل ميثود اسمها ايه؟ اسمها جيت ايتم برايس، هتلاقيها ظاهره اهي وتقدر تستخدمها وتستدعيها بكل اريحيه. صح؟ طيب خليني اعمل حاجه تانيه برضو، ودي حاجه مهمه تكون عارفينها. دلوقتي لو احنا جينا عملنا كده قلنا ريتيل ايتم، الكلاس اللي اسمه الانترفيس اللي اسمها ريتيل ايتم، خدت اوبجكت منها وليكن اسمه ار واحد، ولكن قلت كده ايكوال نيو سي دي. خلي بالك شوف انا عملت ايه، الريفرنس فاريبل بتاعي نوع ريتيل ايتم اللي هو من نوع الانترفيس، لكنه بيشاور على اوبجكت من اني نوع؟ من الكلاس اللي اسمه سي دي. هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ولو قلت ار واحد دوت هتلاقي الميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس وتشتغل بيها بدون مشاكل. فنخلي بالنا، يبقى دلوقتي الريفرنس فاريبل لو انت عملته من النوع بتاع الانترفيس وشاورت بيه على اوبجكت من كلاس، بس بشرط الكلاس ده يكون ايه؟ يكون من الكلاسز اللي هي كانت عامله امبلمنت الانترفيس دي. ها خلي بالك تاني، ار واحد بيشاور على اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سي دي، فما فيش مشكله. ليه؟ لان السي دي كلاس اللي اسمه سي دي زي ما احنا شفنا عامل امبلمنتيشن للانترفيس دي، فما عندكش مشكله ابدا انك تشاور بالريفرنس فاريبل من الانترفيس على اي كلاس هو كان عامل امبلمنت الانترفيس دي. لكن في حاجه مهمه بقى جدا عاوزك تاخد بالك منها. تعال نرجع كده انا وانت بسرعه لل السي دي. خلينا ازود ميثود تانية غير الريتيل برايس، وليكن غير الايتم برايس، وليكن خليني اقول له اعمل لي مثلا ستر للتايتل. عندنا ميثود اهي اسمها سيت تايتل. طيب لو رجعنا للمين وحاولنا نستدعي الميثود اللي اسمها سيت تايتل دي من الار واحد، ينفع؟ تعال نجرب كده سيت تايتل. شايف الميثود ما ظهرتش حتى في الليست، قال لك ايرور، سيت تايتل دي احنا ما نعرفهاش. ازاي ما نعرفهاش واحنا لسه عاملينها بايدينا اهو وموجوده في الكلاس اللي اسمه سي دي؟ اديك انت قلت بعظمه لسانك، هي موجوده فين؟ في الكلاس اللي اسمه سي دي. طيب انت دلوقتي عاوز تستدعيها من ار واحد. ار واحد يعرف ايه في الدنيا كلها؟ يعرف في الدنيا كلها الريتيل ايتم، لان هو من نوعه ار واحد كريفرنس فاريبل من اني نوع؟ من الريتيل ايتم. ولو تذكر انا اتكلمت على موضوع الريفرنس فاريبل ده والاوبجكت تايب ده محاضره طويله، ارجع لها بقى في الليسونز السابقه. فبما ان ار واحد كريفرنس فاريبل من النوع اللي اسمه ريتيل ايتم، فهو ما يعرفش اي ميثودز مش موجوده في الريتيل ايتم. صح؟ انت لما جيت تستخدم ار واحد في استدعاء الميثود اللي اسمها جيت ايتم برايس اشتغل معاك بدون مشكله. ليه؟ لان الجيت ايتم برايس ليها شبيه، ها، او مذكوره عنده قبل كده في الانترفيس اللي اسمها ريتيل ايتم. لكن الست تايتل دي هو ما شافهاش قبل كده، ما يعرفهاش. ليه؟ لان هي مش موجوده في الانترفيس اللي اسمها ريتيل ايتم. دي ميثود تخص الكلاس اللي اسمه سي دي، ماشي؟ فدي حاجه مهمه جدا نخلي بالنا منها. الحاجه الثانيه برضو المهمه اللي عاوزين ناخد بالنا منها هو هل احنا ممكن الكلاس الواحد يعمل امبلمنت لمالتيبل انترفيسز؟ الاجابه يس. الكلاس الواحد كان بي درايفد from only one super class، معروفه دي. احنا ما عندناش في الجافا حته المالتيبل انهيرتنس، ان كلاس ياخد انهيرتنس من اكتر من سوبر كلاس، لكن الجافا بتسمح ان انت تعمل امبلمنتيشن لمالتيبل انترفيسز. يعني انت ممكن تعمل امبلمنت لمالتيبل انترفيسز، بس بشرط خلي بالك when a class implements multiple interfaces it must provide the methods specified by all of them. خلي بالك
انت ممكن تعمل امبلمنت الانترفيس واثنين وثلاثة وعشرة، لكن خلي بالك يا بطل انت مطالب برضو انك انت تعمل ايه، ايوه لازم تعمل امبلمنتيشن لكل الميثودز اللي موجودة في هذه الانترفيسز، صح؟ يعني المكان المجال مفتوح، امبلمنت عدد من الانترفيسز زي ما انت عاوز، لكن خلي بالك كل انترفيس هتعمل لها امبلمنتيشن انت مطالب انك انت تعمل امبلمنت لكل الميثودز اللي موجوده فيها، وده منطقي صح. طيب تو سبيسيفاي مالتيبل انترفيسز ان ا كلاس ديفينيشن، عشان نعمل الحكايه دي لو انا عاوز اخلي الكلاس بتاعي يعمل امبلمنت لاكتر من انترفيس هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتقول والله اسم الكلاس بتاعك امبلمنتس، تحط الانترفيس الاولى كوما الانترفيس الثانيه كوما الانترفيس الثالثه زي ما انت عاوز، ماشي؟ بسيطة ومنطقية خالص. طيب تيجي نجربها، تعال نجربها بسرعة. أنا هعمل هنا انترفيس زيادة، هخش أقول له نيو يعمل لي جافا انترفيس جديدة، وهسميها مثلا ديسبلايبل، يعني عاوز أحط هنا الميثودز اللي هستخدمها عشان أعمل ديسبلاي لإنفورميشن أباوت الأيتم، هعرض بيها معلومات عن الأيتم بتاعي، أوكي؟ أهو فأنا عملت انترفيس اسمها ديسبلايبل، وهحط فيها الميثود اللي انا عاوزها. انا عاوزك تبقى تعمل لي ميثود void، هتبقى public اهو void واسمها display بس. فانا عاوز بقى الايتم بتاعي اللي اسمه cd بدل ما كان بيمبلمنت الميثود اللي اسمها ريتيل ايتم بس، لا هيعمل امبلمنت الريتيل ايتم وكمان الديسبلايبل. شوف هتلاقي بقى رساله الخطا رجعت تاني، ليه بقى؟ هيقول لك المره دي انت عملت امبلمنت لانترفيس جديده اسمها ديسبلايبل وما عملتش اوفر رايد للميثود اللي اسمها ديسبلاي، فيبقى انت مطالب هتيجي هنا هتيجي تقول له طيب احنا عاوزين نعمل public void display اهو، وحط الامبلمنتيشن المطلوب منك هنا. هتقول له ايه هنا؟ يعني انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تعرض البيانات بتاعت السي دي، فانت ممكن تقول له system اهو مثلا dot out dot println، وتعرض البيانات بتاعت السي دي، تقول مثلا والله التايتل يساوي، وخلينا نحط التايتل تايتل اهو، وبعدين خلينا برضو بقى نكمل البرايس يساوي، وخلينا نحط البرايس، وهنقول كمان ان الارتست يساوي، ونحط الارتست، اوكي؟ مجرد عرض عادي خالص. بعد ما خلصنا الامبلمنتيشن هتطلع فوق هتلاقي خلاص الايرور راح، لانك انت وفيت وعملت بالفعل تنفيذ للميثودز اللي احنا طلبناها منك في الانترفيس اللي اسمها displayable، اوكي؟ لو رجعنا برضو للمين وحاولنا من خلال ار واحد نستدعي الميثود اللي اسمها display مش هنلاقيها، لان زي ما اتفقنا ار واحد من الطيب اللي اسمه retail item، فهي مش هتشوف اي ميثودز غير الميثودز المعرفة في الريتيل ايتم. لكن لو انت جيت قلت له مثلا الديسبلايبل هاخد منها اوبجكت وليكن اسمه دي، وقلت نيو بوك اسف نيو سي دي اهو، وحاولت تيجي تقول له دي دوت ديسبلاي، هتلاقي الميثود اللي اسمها ديسبلاي حاضره، صح؟ وبرضه على العكس لو حاولت من الدي اللي هو بتاع ديسبلاي قلت له جيت ايتم برايس، هتلاقي ايرور مفيش حاجه موجوده بالاسم ده، خلاص. فادي الحكايه بتاعت ان انت تشاور ب فاريبل من
نوع انترفيس على اوبجكت من نوع كلاس. فخلي بالك من الجزئيه دي عشان ما تحسش ان انت تايه. لا، هو الفاريبل ده يعرف ايه؟ يعرف الحاجات اللي موجوده في الريتيل ايتم. الفاريبل ده يعرف ايه؟ يعرف الحاجات اللي موجوده في الديسبلايبل. فاي ميثودز موجوده في الديسبلايبل على عيني وراسي هنستدعيها لك منه بدون مشكله. بخلاف ذلك اعذره، هو ما يعرفهاش اصلا. اوكي، نرجع للسلايدز. النقطة الأخيرة اللي عاوزين نتكلم فيها، هل الانترفيس ممكن تحتوي على فيلدز؟ آه ممكن، لكن خلي بالك ان انت لما بتيجي تعرف فيلدز في الانترفيس بتصبح الفيلدز دي فاينل وستاتيك. فاينل معناها كونستانت، يعني مش هتقدر تغير في الفاليوز دي فيما بعد. وبالتالي اما تيجي تعمل ديكلاريشن للفيلدز دي لازم تديها الانيشال فاليو بتاعتها، زي ما هو واضح في المثال كده. هو عرف فيلد 1 وراح مدي له انيشال فاليو، فيلد 2 واداله انيشال فاليو. وبعدين اي كلاس بعد كده هيعمل امبلمنت للانترفيس دي يقدر يعمل اكسس او يقدر يوصل للقيم بتاعه الفيلدز دي ويعرضها ويستخدمها زي ما هو عاوز، طبعا دون التعديل فيها. ليه لا يمكن التعديل؟ لان احنا زي ما اتفقنا هي اصبحت ايه؟ final attributes. لو حبينا نجرب الكلام ده بسرعة، لو رجعنا للنيت بينز، انا هروح على الريتيل ايتم، هزود هنا، هقول والله مثلا زود لي فيلد او اتريبيوت اسمه مثلا ستور نيم اللي هو اسم المحل بتاعنا. شوف اول ما تعمل كده تلاقيه طلع لك ايرور. ايه الايرور اللي طلع لك؟ قال لك equal expected. ليه؟ بيقول لك انت لازم تديني قيمة هنا. طبعا انت عارف هو قال لك هناك ان هي هتبقى فاينل، فالفاينل لازم تدي لها انيشال فاليو. فلو انت بمنتهى البساطه جيت قلت له طيب خلاص خلي اسم الستور بتاعنا مثلا اي بي سي، المحل بتاعنا اسمه اي بي سي، شايف الايرور راح على طول كده. يبقى لازم اتاكدنا اهو ان لازم الفيلد يكون ايه؟ يكون فاينل، فبالتالي هتدي له انيشال فاليو بتاعته. لو حبيت بعد كده في الكلاس مثلا اللي اسمه سي دي، تعال نظبط هنا الميثود اللي اسمها ديسبلاي، خلينا نعرض حاجه زياده اللي هي اسم الستور. لو تاخد بالك احنا ممكن نقول هنا ستور ايكوال، وهعمل هنا بلس اهو، واحط الستور نيم ستور، سوري انا كاتبها غلط، ستور نيم اهو. طبعا الكلام ده بلس التايتل اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فاذا اهو ادالك اكسس على الايه؟ الفيلد اللي انت معرفه في الانترفيس. لكن طبعا يعني مش محتاجة اكد لك انك لو انت حاولت تغير فيها ستور نيم ايكوال مثلا اي حاجة هتلاقي طلع لك ايرور. ليه الايرور؟ لان هو هيقول لك الستور نيم دي مالها فاينل فاريبل. خلاص كونك عرفتها في الانترفيس فاصبحت ايه؟ فاينل فاريبل، ما تقدرش تستخدمها. ادي الموضوع بتاع الانترفيس. اعتقد يعني موضوع بسيط، لكن عاوز ان احنا نعرف نستغل الانترفيس الاستغلال الامثل. واستغلال الامثل بتاعها ايه؟ هو انك انت بتستخدمها كايه؟ ككونتراكت، عاوز تحدد فيها مواصفات معينة لمجموعة من الكلاسز. فكأنك بتقول يا جماعة اللي هتشتغلوا معايا الكلاس اللي هتعملوه لازم يكون بالمواصفات الفلانية، فلازم تعملوا امبلمنت للانترفيس وتعملوا اوفررايد او تحطوا لي البادي بتاع كل ميثود موجودة في هذه الانترفيس عشان البروجرام في الاخر يعمل رانينج ويبقى البروجكت مكتمل. اوكي، شكرا لوقتكم، إن شاء الله ألقاكم في الفيديوهات القادمة.